ما شاء الله على شامبي. تعال تعال يا بفتح بفتعلك. اولا اسف اني تاخرت. يا صباح الخير يا صباح الفيفاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه ايوه او يلا شيل واحد حبه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بس نزل نزل تبارك الرحمن. هذا رطبنا نحن اليوم. هذا خراف خراف شامبي. وهذا اللي يقولون عنه الحلوة حلوة دبي. اسمه حلوة دبي اللي خبرناكم عنه. اتضح ان اسمه حلوة دبي اسم الرطبة هذه. ابدا ناريل ناريل ودبس ناريل ومعيون ويا دبس ويميع الاشياء كلها جايتنا من دبي. القهوة قهوة وصناديق صناديق العطورات عطورات والخير من وصل من البارح واصل قبل ما وصل طالعته كله. شكرا للي يندبوا بهالاشياء كلها من قهاوي ومن صناديق ومن عطورات كل زين وكل فنان وكل غاوي. شكرا جزيلا ودخونهم الفناني كل شيء كل شيء فنان كل شيء برشينه فنان ورقم واحد. وقهاوي اربع نمونات قهوه ثلاث نمونات كل نوع باسم معين بخلطه معينه بشيء معين وياخذون راينا. وقلناهم كل يوم حينه كل يوم بنجرب نوع. الصبح تلجيمه الصبح نمونه وتلجيمه المساء نمونه وبنرد الريبوت بعد ثلاثة ايام ان شاء الله. هذا الله يحفظكم ياي من عند جماعه هل بالفوايد وبنت ان ليفت. اقولكم المفروض اني اصور الصبح هنطرش اليوم الصبح الضحى ثالث من عند تاجره من تاجرات صغيرات تجار المنازل. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن شيء مميز. وانا يفرحني الشيء المميز يوم يجيني اصوره لازم واظهره للعرب تشوفه. فهذا عمل جميل ما شاء الله في منتهى الروعه كل شيء. وهذا عاد التاجر هذا اسمه اسم محلهم. ومطرشين بعد شيء مقير هذا خبز كنا مع زعتر في شرات البسكوت وهو ما بسكوت والله ما عارف له. شيء جميل شكله خبز كنا هذا كفار يعني او ريوق او ريوق اتوقع. هي والله شرات التوست شيء مقطع وفيه زعتر روحه شكله لذيذ. أبو محمد عيال توني ها من صغار كتاكيت قال عيال عمبرو نهب نهب دار الله يحفظكم. أمس يوم استوى الإعلان عنها مجموع جوائز فواكه الدار يعني نص مليون 400,000 400,000 ترى يا جماعة الخير ما في طايحات في الرقعة ولا طايحات في السكة ولا ملقوطات لا نص مليون شيء رقم كبير يعني. وهذا تشجيع من الحكومة لجميع المزارعين. هذا أعطاهم دافع أعطاهم حافز إنهم يجتهدون وكل سنة تكون الجوائز أكثر وأرقى وأقوى وأحسن والياي أكثر وأكبر ولله الحمد. بظل القيادة الرشيدة لحكومتنا ما شاء الله ما بمقصرين في دعم المزارع وتشجيعه ومن حسن إلى أحسن. هذا كل سنة هي أنتوا لو شفتوا العام الأوزان العذوج كيف كانت والسنة في زيادة وفي تطور من حجم الرطب وطعم الحلا إن كان من الجهة المنظمة الجهة الداعمة الناس الحضور العالم. البارحة يقولوا لي ما لك مغزبرة ما تروم تخطف من الأمم اللي جت. هذا فضل
لله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم الفضل للجهة الداعمة والراعية ولجماعة الإعلام وجماعة السوشيال ميديا أخواننا اللي حضروا واللي ارسلوا من بعد واللي وسط تواصلوا من أهالي المنطقة ومن خارج المنطقة. نعم أبشركم أن ما شاء الله تبارك الرحمن التفاعل من داخل الدولة ومن خارجها، حراميين شيء منهم حتى من جيزان ومن نجران ومن الطائف متهولين من الإنتاج اللي في المزاينة هذه. أقولكم بيني وبينك تبون الصدق مثل ما يتني ردود الأفعال، حرام يا جماعة من جماعتي أنا أعرف من صدقاني، أول ما شافوا الصياني والفوايل كتبوا بيه ميموع أبوي من الشبرة ومصفوف في صياني وقالوا ولا من هناك ولا مستحيل، لكن عاد هنا تفوت علي وربكم يتعبون مثل ما تشوفون خطفت أكثر عن مزرعة، مزارع التين ومزارع الفواكه وشيء حتى القهوة والفلفل الأسود والزعفران والقناد كل الفواكه الأسيوية تهولت رمل 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 يظهر أبوي من خيراته القهوة والفلفل الأسود. شطارة المزارع، شطارة المزارع سبحان الله، شطارة المزارع عندنا وإصراره على النجاح ما يم فراغ، يم من عقب تشجيع وحب الأرض والانتماء، فلذلك نجح ما يستوي شيء بدون حب، بدون ما يكون عندك انتماء للأرض وحب وشغف لإبراز ما تحتويها الأرض. فلذلك رب العالمين يسر الأمور، شوفوا شوفوا الإقبال، شوفوا الجهود، شوفوا طريقة توزيع الجوائز، الترتيب، النظام، طريقة العرض، البوثات هاي الموجودة الكبيرة، الستاندات، جميع الدوائر من أدنك لين هل بالنووي هل بالصحة، جميع البلديات، المستشفيات كلها، الشرطة، الدفاع، هل بالأسعاف، هل بالمطافي، الهلال الأحمر، كلهم تبارك الرحمن ما في جهة إلا وهي داعمة وحاطة ستاند وتعرض منتجاتها وكل واثق الخطوة يمشي ملكا. ترى لو ما كان الجهد هذا موجود والدافع وحب هالبلد مستحيل تلقط الإبداع، وصلوا إلى مرحلة الإبداع. الإبداع يوم تشوف حبة الأناناس طولها ذراع يغير كوز كوز غادي، وريحة الأناناس مسير يومين تروح، ريحة الفاشن فروت، العنقور، العنب، العنب أنا في بلاد ما شفتها هالنمونة، حرام ين شيفة شيفة عنب، والطعم طعم همبة ومورد عجبه روحي وربكم يا تعبدوني يا روحي طعمته، لكن الإنتاج ما كان وايد غزير، لكن الحمد لله ريحته ولا جميحته. يعني مش ضروري إنتاج حين يطبعون الأسواق، لكن زراعة من هياي تبارك الرحمن مال التين والله يبوكم عجبه، 40 بيت بلاستيك مسوي كل التين ريج، صورته موجود على الانستغرام وموجود على السناب شات ووجد حاليا على اليوتيوب، كله مصور وكله موثق من أرض الحدث من الواقع، ما بميوب ومعروض، لا موجود في مزارع وزرتهم في مزارع. والمهرجان كان وما زال مستمر من تاريخ 17 أول يوم نحن شاركنا فيه ورحنا للتغطية 17 و18 لسنة، أمس يوم الجمعة رديت بضبي، وياليتني ما رديت والله تندمت إني رديت، العالم كلها هي تقال اللي مطرش اللي فيديوهات واللي صغاري اللي يدورون والكبار والحريم من شرق ومن غرب، حد من العين حد من الجنة كلهم يو أنت وين؟ قلت وين نسيت أخبركم إني بجلس إلا يومين، أنا والله بيني وبينكم سار بجلس 3 أيام 4 أيام والله سوت لي سوى حارث عرضي خاص فيه، ييت عاد أبو ظبي الحمد لله، المشكلة يوم ييت ولن نحل في 5 دقائق والمدى بعيد والله، لو كان جريب رديت مرة ثانية، لكن ضويت وسرت النادي البارحة وتعشيت وبت، واليوم أصبحت الصبح هذا كله مطرش المسجات ليش ما تبميت وليش ما تبميت، نحن عانين نبي نشوفك نبي نسولف وياك، كم الله كتب لي نصف. أنا مثل ما عودتكم كنت وما زلت أنا ولدكم منكم وفيكم، أي حدث يستوي في الدولة من السلع ليل الفجيرة شرق الأرض أو مغربها من عيني، أي شيء يخص البلاد ورفعة الدولة ومكانت والإعلان عن شيء جميل منتج مشرف عيوني السير،
انا ما بصير الحين حق دكان مال حلاوه ولا مكان مال برميت ولا شاكليت ولا مطعم، لا، هذا شيء، هذا بزنس وهذا عمل، وهذا اللي انا ساير اسبه هذا واجب وطني، واجب وطني لازم انك انت تشارك فيه على كل حزة وفي كل وقت. وقت ما يجيني الداعي والله يا ابوكم اسير، لو امشي على يدي بلاني اسير، احب الطرب عند العرب يويل وعالم وساير وياي ومردفيس مثل ما شفتوا بالتصوير، هذا وين ساير وهذا تعال وهذا قرب وهذا ناهيكم عن الريجات والغديات والعشيات اللي استوت هناك. يا اخي انا ما بصور، فبحد ما بكل حد يوزل التصوير، حد ابو محمد نحن نباكت هي غير ما نباكت تصور، وسيرت وتقهويت تفاولت عند ذكور وعند اناث وعند عرب وعند الناس كلها. المهم شيء لا يوصف، ليوة بلد ابداع، بلد جمال، بلد طبيعه، جو في الليل وربكم يلي تعبدونه. يعني لادمي روم ما يقولون قبل ما نحن بيومين ثلاثه على ما رمستني اختي فاطمه الهاملي بنت ام محمد، قالت قبل ما تونوا بيومين كان حر، لكن الحمد لله من جيتوا انتوا جيتوا جبتوا لنا الخير، والحمد لله الارض متباركه قبلنا وقبل عصورنا، الحمد لله رب العالمين. المراد ابوي المهرجان بعد لين تاريخ 27، واي وقت في احتمال ارد انا بعدني، عيبني الجو، عيبني المنتوج، عيبني طريقه الترتيب، وعيبني كل شيء، كل شيء فنان. لكن وصلت المبروكه امس ابوي ونحن سايرين جدة المهرجان، لبجت ابوي ليتات، لبجت الليتات كلها، وقالوا ابوي لازم هذا وقت التشيك، ويوم طالع قالوا اتصلنا في الجماعه قالوا مو ما عليها كملوا سيروا مشواركم وردوا، يوم بعديكم السبت اندبوا هالوكاله واندبنا هالوكاله وما قصروا. هذا وقمض برج وكاله المسعود جزاهم الله خير ما قصروا. ها تعال، ها في ديسكاونت سووا لك ولا ما سووا ديسكاونت؟ ديسكاونت ديسكاونت سوى ناقص؟ ايوه الحمد لله. وايد له شويه 1620 اول سبعه، انا ودي واقول 2200 درهم. عقوا بيزات؟ ايوه. كرت مالي انا ولا كرت مال مدام؟ كرت المدام. مال مدام لو ما خليتهم يسوون تخفيض بعيد اخير. ايه بس ديسكاونت بس شويه ما في اللي لا الحمد لله. انا ابو كم تبون يعقوا لك؟ يطرشون لي هالمقالة أكثر عن شخص يعني، ويقولوا لي ربعي إن هذا هالمقالة تقصد كنت، زي شو أسوي براي مرخوص مرخوص هو وغيره من الفرش لين العرش مسموح ومرخوص، كل اللي بيكتب كل اللي بيكتب يكتبون ليل بنهار، الله يوفجهم. إذا نحن ما شجعناهم على الكتاب أبوي يكتبوا ليل بنهار ولا يودكم عن الكتابة إلا الرقاد، هذا شيء جميل وشيء بناء، نشجعكم لا والله سيروا إلى الأمام بالكتابة الزينة والمدح والانتقاد والزين كل ما عندنا مشكلة. بارك الله فيك وفيهم في كل إنسان يكتب كلام من هالنمونة، ويزاكم الله كل خير. شبابنا وعيالنا صحافتنا نشجعهم وندعمهم، ما علينا يسوون العين وما العين، الله يحفظهم ويبارك فيهم، ما علينا. سيرتي لندن طالت عماركم بتكون تاريخ 13/8 لين تاريخ 26/8، سكني بيكون وبدعوة من فندق دورشستر. دورشستر هذا أهم فنادق بريطانيا وأعرقها وأقيمها وأحسنها وواجهه يشار لها بالبنان من حيث الأصل والفصل والجودة وجودة الغرف والخدمة، ومن أغلى وأحسن فنادق أنتي يا المملكة المتحدة. العام الله يحفظكم. في نفس الوقت بدعوة من هيئة السياحة البريطانية قمنا بتغطية ردهات سيلفريدج وفي المتحف الخاص في قصة سيلفريدج ومتى وكيف أنشئ وكيف تأسس وكيف نما من دكيكين صغيروني إلى أكبر متاجر المملكة المتحدة. والسنة الله يحفظكم هاي بيكون سكنية في فندق دورشستر هوتيل، في دورشستر هوتيل في المايفير إن شاء الله. فندق دورشستر من أعرق وأقدم وأشيك وأجمل فنادق أنت يا المملكة المتحدة، فندق مميز
ومعلوم ان من اغلى الفنادق غير اشيكهن واقدمهن وكلاسيك وموقع جميل والناس اللي يسكنون فيه اصلا مميزين فوق عن القاعدة. الله يحفظهم ويبارك فيهم ويحفظ أمة محمد كلها، لندن كلها زينة، يا غير الفندق هذا من الفنادق اللي يشار لها بالبنان. احتمالية سفري قبل سفر لندن، قبل سيرتي لندن إن شاء الله اللي بتكون تاريخ 13 إلى تاريخ 26 هذا بعد ثاني العيد، احتمالية زيارتي للمغرب مملكة المملكة المغربية الحبيبة الجارة اللي ماشي إشارات تبلات في الدنيا العودة، احتمالية وايد واردة. في شغل وايد ضروري كبير وضخم وفنان فيه، نتري اليوم نخلص الاتفاق وطريقة السفر والسير والجاية، إن وحالي ورمت إن شاء الله عيست من السيرات ولي السنة عاد مرة ما قريت، أنا مرة ما قريت، خاطر يسير البحار، خاطر يسير العين، خاطر يسير دبي اللي العرب اتعناه من شرق وغرب ما يتحين العرب يمكن من 3-4 أسابيع. هي والله إن شاء الله برد على خلاف بنابس. وفي حال أني ما يعني ما الله كتب لي نصيب سيرة المغرب أو ما حصل اتفاق ورود أني أنا بسير ليوة الأسبوع هذا، احتماليته 70% أو 90%، نعم أني أسير ليوة أعيد تغطية ما تبقى في آخر يومين، لأن يوم السبت بيكون آخر يوم في أحداث مهرجان الرطب السنوي اللي في ليوة. بيني وبينكم حرمة والله كسرت خاطرية، طرشت لي فويس نوت، أول بادي كان ناعم وخلاف في فتنة، أنا أبو أنك رمت تخطف على الأتباع كلها مال الحرمات تغطيهن، وأنا اللي جالس أتبعك من أول ما دخلت لين ظهرت ما صديت جداي. زين ما يما سمعتك ما سمعتك، أنا رجال الحين بصك عمري 60 سنة، أنت يا الصاصرين عمرك ما الله كتب في احتمال، يعني هاي من الأسباب اللي تخليني يسير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هذا اللي تشوفونه انتاجنا من الفيفاي لهذا السنه، فاللي يزيد من الفيفاي مفروض ابوي يهب له كل جسام يصير شرق وغرب، بنسوي لكم اياه مربى وبنرويكم طريقه خدمه مربى الفيفاي. الناس كلها تعرف طريقه مربى التين، طريقه مربى الهمبه، يا غير فيفاي ما حد يخدمه، نحب بنخدمه وبنرويكم طريقته وحتى بنطعمه قدامكم. اليوم بنسويكم طريقة الفيفاي المربى. هذا الفيفاي قياس كل كيلو فيفاي قياسه نص كيلو شكر. يلا الفيفاي يتقطع يكون زاهب ومرة ضروري يكون بالغ ونحط بوي في جدر. قياس كل كيلو فيفاي نص كيلو شكر. نحن هذا 2 كيلو فيفاي، نحب نحط لبوي كيلو شكر لأن نحن ما نبقى شكر زيادة، ويازم أبوي على الضوء لا ماي ولا همك الله ولا هم يحزنون، بيسوي شوية واشة وبنشلها وبيازم على الضوء لين يعقد والشكر ينحط سيدة الحينة من هذا سيدة يتركب ويا الشكر. هذا الشكر جدامكم، حطي الشكر كله كونيو يا كودي. يا الله يا 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 كرهتي. في خلال 5-10 دقائق من يبتدي على الضوء يبتدي يطبخ، ها تقصر على الضوء او تقصرين على الضوء تشلين اليواشة هذه اللي تشوفينها، هاي ضروري ينشل اليواش، هاي تشوفينه ينلقط زين ما زين، هذا اليواش ضروري ما يتم. هذا اليواش ضروري ينلقط ما يتم زين. شو الحين ايش قاعد غدا غليظ ولازم هبي مرة لين يهتي، هبي هتي وايد يغدي، يعني في سيرات لكن يبتدي يتماسك ياخذ وقت مش أقل عن ساعة ونص لكن على ضوء قاصرة لين يتبخر عن الماء هذا اللي فيه. ها هذي تشوفون غليظ لازم بعد يخف شوي غلظة، فنخبركم خلاف عادة الباجي. هذا بارك الله فيكم بعد مرور ساعة ونص هذا قوامه استوى، يلا تبخر المعنى. وهذا حين اللي تنحط الله يحفظكم المستكة، هذه المستكة وتنحاث يلا عدد حناية زين، وفوقها تنحط الله ينحط فوقها نكهة على حسب الرغبة. نحن فضلنا نحط مزهر، يلا حوثي خلاص يازم هذا قوامه مرة دقيقتين على الضوء أو نص دقيقة بعد بس بندي حينه سامي أنا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما تشوفونها غير نمونة. في حال حد بغى يحط مزهر أو يحط ماء أطر أو يحط بويه أي نكهة هو يباها، لكن أنا أفضل ماء الزهر ويا المستكة يتقاود ويتجانس ويغلي طعمه وايد لذيذ وايد فنان. السلام عليكم، شلونك أبو محمد؟ حياك الله في الكويت، الساعة المباركة لجيتنا، نتشرف فيك وفي قدومك، حياك الله. معاكم ممشاري العتيبي. قلنا الخبير سر أنت واللي عندكم الخبرة وشو هو ليوه وشوفوا شو اللي يناسب فيها من الزراعة. رجع قلنا أنا ما شو ريتو في ليوه شو اللي يناسب في الزراعة، زراعة ليوه أرض ليوه شو يناسب لها؟ قالوا ما يناسب لها شي غير النخلة. مرة ما يناسب لها شي غير النخلة. أعوذ بالله، نخلة بيتمون وياها يعني بلي حتى علف، حتى للحيوان بعد علف؟ قالوا ماشي ما يجوز. زين الله سبب وقدر استوت الزراعة في ليوه، الطماط والبيليان والملفوف وما خلص شيء، واليح والبطيخ، واستوت الزراعة وقامت السيارات تسوق. فقلنا لهم هذا من ليوه. اللي انتم قلتوا انه ما تطلع فيه، اللي قلتوا ما يطلع فيه شيء غير النخل، هذا هو. يتني جميع الاسئله بخصوص المحل اللي دخلته مال سكراب ومال كريمات ومال الشامبوات والصابون، صابون الزعفران، صابون السدر، صابون الجرف، صابون حليب الهوش، صابون هذا اللي كان كله من مواد طبيعيه وتصنيع تاجره من تجار من تاجرات الدوله الله يحفظهم، وعندها معرضها والمحل اللي مسويت لنا في يسمونه في ليوه، وما زالت مشاركة في المهرجان وعليها إقبال بشدة. وتبارك الرحمن في وايد الأسئلتين تقول أبو محمد أنت خليت دقيقة ثانية، أنا خليت أبوي 10 ثواني وحين حطيت مرة ثانية منتجها جيد، أنا اليوم روحي قاسل ويهي منه، روح اليوم هذا الصابون استعملت اليوم مال صابون الكركم جميل وزين وفنان، الواحد يغير بين فترة الثانية وليش لا، شو المشكلة، منتجاتها جميلة وزينة والله يرزقها. وكل العارضات كلها مميزات، هل بالدلال هل بالخلاقين هل بالشراشف هل بالعطورات هل بالعود هل بالعط، كل شيء معروض ومحطوط في كنتية في كنتية مهرجان ليوة في منتهى الروعة. السنة ما شاء الله التاجرات منتقات والتجار كلهم منقايين، حتى هل بالنووي جايبينهم، حتى هل بالنووي داعمين، شيء جميل تبارك الرحمن، الله يرزقهم إن شاء الله ويعطيهم إن شاء الله من فضله. زحمة عليك. هذه الكلمات للأشخاص الذين طلبوا مني عد هذه القصائد وهي من كلماتي الخاصة محمد سوقات. حالف ما عتب المحبوب خلي له جفاني دون ذنب ودون الزل، بس محاله كان يطلب نجتني له يبار وحي وعيني فدوتل، من نحب في فؤادي ساطه اللي ساكن بقص الضمير ولا محل، وحياتي ومماتي ودولي نظرتي تبري الحشا والعوق كل، بويدي لن فوق متنا مستهلي والحواجب مثل خطات الهلة، أحوري هدب عينا مستذلي مثل عين الريم سودا مستغل. مساكم الله بالخير، أنا بخبركم من قبل اللي بيزرع النخل ما بلازم يزرع كان في بيت ولا حديقة ولا حوي ولا نخل ولا مزرعة ولا ظاهرة الأرض زراعية اللي الله كاتبن له وهي نصيبة، ما يزرع نوع واحد أو من نوع واحد رقم كبير،
أهم ما عليه أن يكون عنده الرطب. لازم التفكير أن يكون عنده من يبتدي موسم الرطب لين يدخل الشتاء متواجد الرطب في فوالته صبح ومساء. كيف؟ النغال تزرع اللي بشره والبادي، ومن عقب اللي بشر من عقبه بشهر، وعقب الخنيزي، وعقب الخلاص، عقب باقي النوايع اللي تتسلسل لين يوجف فصل اللي هو فصل الرطب، يعني وقت القيض. حتى الهنبه بنفس الطريقه، شيء منه يقيض اول بادي وشيء منه يقيض اخر شيء. فلا تاخذ من كل المراد فهمه، اللي الفكره اللي يريد اوصلها لكم، انكم اللي بيزرع هنبه لا يزرع نوع واحد يكون يعني خلاص من يقيض الهنبه اتكود مره واحده خلاص، عقب اسبوعين ثلاث ما تلقط شيء، عقب شهر ما تلقط شيء، شو الفائده؟ لا، ازرع الانواع شيء طبيعي. انا ما بروم اعد لكم الانواع كلها، في مليون نوع ونوع، وكل انسان على حسب رغبته وحسب شو يبغي وشو الشيء اللي والمه. فلذلك كل انسان يزرع الشيء اللي يبغاه، فضروري زراعه الشيء اللي انت بتستفيد منه. يوم بتتكود الهنابي مره واحده، تكود الهنبه مره واحده في خلال شهر، عقب شهرين شو بتاكل انت؟ لا، ازرع الهنبه اللي يقيض في السنه مرتين، ازرع الهنبه اللي القراط، ازرع الهنبه اللي يقدم وشيء اللي ياخر، شيء في اخر الموسم، شيء في الشتاء يقيض، شيء في اول القيض يقيض. نعم، والدنيا مطرجه، لا تزرع شيء فقط تستغله وتحصله في أول موسم، لا والله، ازرع الشيء اللي أول تستفيد منه على كل حز وكل وقت. يعني أنت ببطنك ما بدرام مني بتكود فيه بس وقف الهست، اللي ترى معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة، معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة أبدا. يسأل من حد من جماعتنا الله يحفظهم، حد من الكويت، حد من السعودية، حد من البحرين، يقولون أبو محمد تدوم تطري لفاله ولفاله ولفاله ولفاله، شو يعني الحين هاي لفاله؟ لفاله بارك الله فيكم، هذا الكلام وجه للي ما يعرف أو إنه مش ما عندهم خالط أو أحد من هالإمارات. لفاله اللي هي حد يسميها فاله، حد يسميها فواله. لفاله نوعين، فاله حارة وفاله باردة. لفال البارد اللي هي كيك، حلاوة، فرني، شيء بارد اسمه فواكه، هذه كلها فوايل باردة. والفوايل الحارة عبارة عن الخبيص، البلاليط، الفقاع، الخنفروش، العرسي، الهريس، هذه. والوقت وقت الفوايل الضحى، وقت الفوايل العصر، وقت الفوايل بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، هذا توقيت الفوايل في منطقتنا الحبيبة، بلادنا الغالية. ولا عليكم زود. الحمد لله. هي شو تسوي؟ أنا هذا النقل سوي بتشا سقي سقي. هي. هذا طلع وقوس. ليش؟ هذا ما فايدة ما. ليش؟ هذا ما فايدة. بتشا ما النخل ما في فايدة؟ لا، هذا ما فوق هذا شكل. هي كواريب. هي كواريب. أيوة. هي جزاك الله خير، ما تقصر ما تقصر يا شامبي، ما تقصر يا شامبي، ما تقصر شامبي. زمان ما سويت أغنية، ليش هالشكل انت حين؟ أو انت محبر قني انا سوي قني. لا حين سوي جاهز أغنية رقم واحد وخبرنا فيها. هي هذا النفر منو هذا يجي أول مال مشكات؟ هي مال مسكات. عايض 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 عايض. هي عايض. ها هي 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 سلم عليك، دوم يسلم عليك. شوف أقول لكم، هذا اللومي، هذا حين عاد وقته، هذا نوع من اللومي اسباني، عجبه عجبه الوحده تستوي طول الكف. هاي بعدها تراها حين، ها بعدها عجبه ان شاء الله. انسان رايح حلال لازم لازم بين فتره والثانيه يطالع النخله ويطالع زراعته ويتفحص، يشوف العدل من المايل، شيء زين شيء شين، يخبر العامل اللي عنده بالتي هي احسن، بالكلام الطيب، بالتحفيز، بالكلام الجميل. يعني وايد ضروري بين فترة والثانية راعي الحلال، راعي البيت ضروري، راعية البيت ضروري، تدخل مطبخها، تدخل حديقة، راعي البيت ضروري اللي في دور ما دار نخله. ها نحن الحين سوينا هالعلومة الجديدة، هاي حين العلومة الجديدة قلنا لها النمونة، دور ما دار نخله أبوي يحط ثلاث أربع طابوقات ويكود أبوي دور ما دارها تراب نظيف، والسقي يستوي الري في الطرف هذا بهالطريقة يستوي ما شيء، لا زيادة ولا نقصان. فطر الحين هاي طريقة اعتماد الري، ها وهاي الحين كلهم بيشتغل عليهن، بيسوي مثل ما قلت له. قال لي بعد لا
يجيب لنا طابوق سوق ما حد يجيب لك، لف ودوره بين البيوت بتلقطون يميع الباسكو اللي طايح، يجيب ابوي باسكو لك طوح طوح. شو ما شاء الله هذه، شو ما شاء الله تبارك الله بقى. شو صحته تبارك الله، كم الوادم بتاكل يا ابوك العظم الا بطن ما بدرام. خبرني عن الحلوة، هذه هي الحلوة، هذه هي الحلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا معدته طول الريال وديتين، شوفوا زورها من الأرض لين فوقها الحين بتسهي طول الريال وديتين كلها زور ما شاء الله. هذا شمنه من العمار، العمار هذا أبوي طبعا. هذه هي الحلوة، طرف أبوي بشر شيء يأكله من طرفه يعني اللي خرف ترى خرف اللي ها. جيب واحد رطب، جيب واحد رطب من الحلوة، ضبط الحلوة غير رمون. أقولك كأنك تقرم ناريل، كأنك تقرض ناريل. ها خذ أنت هاي، هاي أنت، يلا كل أنت وحده وأنا وحده. والله يا أبوكم شكر ريج شكر، ها شكر دوكم. يلا كل خب 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 رب الله. لما أقول لكم لازم بتزرع، تزرع شيء يقدم وشيء يأخر، فلذلك ها شوف شو الفائدة، هاي فائدة أبوي اللي قلنا لكم. هذا شيء بعده حتى الصبغ ما صبغ، ما راح يبقى سهلة حتى الصبغ ما بعده ما صبغ، تو بادي يصبغ. هذا متى بتقيض؟ عقب 3 شهور، شهر 9 إذا الله راد. هاي الصبح اليوم صورته هنا، لكن كلهن اتصل بي قال لي ما بواضح، حتى سرطوا منه ما شيء تعبت أو في الدسوان، حتى عبرت ثلثين منه ما شاء الله. ها ها شوف شوي شي ما شيء تعبنا منه كثر ما هو زين. هاي قلت له ما شاء الله. ها وهذا أبوي عنوانهم الصبح، قالوا والله ما كان واضح العنوان، ونحن نحن يوم نسير لي ولا نسير المدينة ما نعرف من وين ناخذ. هذا أبوي شغلهم مميز وفنان، عندهم فوائل حارة وباردة، وهاي من الفوائل أول ما يا بولز عتر بعد شوية كله كان حار. يلا ثانك يو من الحناية. يتخبرون عن صلاح، صلاح أبو يوم السبت ما يجي بالكوفة، بالكوفة ما يجي أبدا، يوم السبت دي أوف عنده، يمعو السبت ما يجي بيتي، ما يجي محمد بن زايد، بيجي باكر باكر يوم الأحد بيجي الصبح، وبيجي جايين جماعة من الشارجة ريال مخصوصي بيشوفه، وبيتلاقى ويا بيت قهوة ضربة، وإن شاء الله بنخلص شغلنا بنتوكل على الله بنسير غداي في العين إن شاء الله، غداي في العين في بيتنا عند أهلي إنزين. والعصر معزوم على عرس في العين، نعم بكرة معزوم على عرس في زاخر إنزين. والمساء إن شاء الله بيكون مساي في العاصمة الحبيبة أبوظبي إن الله راد. والضحى العالي قبل الغداء شيء عندي جولة مع جماعة بنتمشى شوي في العين، الضحى العالي ويه الظهر. اي نعم لا والله ييتي المغرب بعيدة برك عن ييتي نص الليل، ساعتي ساعة 9:30 يوم بتي المغرب وقت وايدة وايدة خيار. يلا بنام الصخرة اليوم تقريبا بيضيع ابوي التمرين هذا اللي من المغرب لين حينه بيروح على الفاضي. يينا البيت ولاني جايتني بوي ما شاء الله خبيرة التغذيه وعندها مشروع من اروع ما يكون، بغيناها تطلع على الشاشه وترمس، قالت لا انا ولا من ظهر، لكن ما شاء الله عليها محنكه دارسه مثقفه مسويه الحلو، الحلو اللي مسويتنا كل انواع الحلو ليش تسويها كلها من التمر، من الكب كيك، من التشيز كيك، من اي شيء اي شيء يخطر في بالكم 90% من مكوناته كله صح، واللي هو التمر. ومشروعها احنا بنرويكم اياه. وين سيزر؟ سيزر بسرعه يلا بسرعه انقفضي خبريني بس شو اسمه انت. على فكره راعية المشروع بعد ما شاء الله عليها رسامة، هذا على أساس أني أنا والله زين يعني. المهم أم محمد صح؟ أم أحمد مشروع الشحين عبارة عن ورق عنب، أول بادي ورق عنب بالضبط يا شرحي لي. يلا هذا ورق العنب مقدمة بعدة نكهات،
اما العادي بدبس الرمان او يكون سبايسي او حامض على حسب رغبه الزبون. انزين. وعندنا بعد نقدم ملفوف محشي ملفوف بعد نفس الشيء بنكهات مختلفه. اذا حبت الزبون نقدمه بصحون ميني او تحبها بصينيه خشب راقيه حلوه ممكن تكون للاعياد المناسبات هدايا. زين هذا شو هذا؟ حلى. احنا عندنا حلى التمر. حلى التمر ممكن نقدمه بعده نكهات، مثلا هذا الرهش. أه. وهذا عندنا بالموكا. زين. عندنا حلى التمر بالفستق. نعم. وعندنا الحلى الساده، وايضا عندنا غيره بعد نكهات ثانيه بالشوكولاته بالدارك شوكليت. اللي بس تخبرنا شو تحب النكهه اللي تفضلها ونقدم لها الحلى التمر فيه. وحتى القالب للتقديم ممكن يكون بشكل ميني، صحون ميني او بصينيه مثلا فخمه تكون. هذا يا بوت فايز فنان، هذا فنان حين. هذا حين، هذا عزة الله يا بوت. ترى الناس حبوها وايد هذا. هي والله الفكره، الفكره يعني ممكن مثلا او في المناسبات بعد تقدمها الزبونه. هي والله يعني تستخدمها في اي مناسبه تفضلها كهديه. انت كخبيره تغذيه ايش معنى اخترتي السح؟ لان طبعا اكيد اولا مفيد، ثانيا طعمه يعني ما حد يعني يقدر يختلف انه الطعم مطلوب سواء من فئه الصغار الاطفال او الكبار. وبعدين يعني هذا اكثر شيء احنا من بيئتنا يناسبنا، احنا يناسب بيئتنا يناسب عاداتنا. ومتوفر دوم، متوفر دائما الحمد لله رب العالمين، وجوده عاليه طبعا بالضبط. بعدين تقدر تستخدمه كحلى خفيف. اقول تعرفينها هاي مني؟ اوه مشهوره هذه. هاي دواركا، هاي من الحناية وهاي بطة، وهذا أنا شيء طبيعي. إيه حافظ اللي علي. إيه والله هاي بوك. شكرا جزيلا على هالعمل المميز. طع ورق العنب. نم 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 نم. وعاد هذا طال عمرك عاد إذا ذكته بيعيبك أكثر لأنه يذوب في الحلت، وبعدين أغلب الناس تحبه لأن حجمها صغير. والله يبوكم غير المونة. شو رايك؟ صار مر ولا ضر. اكيد كان لي الشرف اني اتلاقى ويا هالاسره الطيبه، على الله يحفظهم. هذا الرجال الطيب هذا اللي تشوفونه هذوها. السلام عليكم بشار. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحين شو سبب اللقاء ويا ابو خالد؟ طويل العمر، انا الحمد لله يعني في المدرسه كنت من المتفوقين. نعم. الحمد لله يعني نادوني عندهم التكريم. نعم. وان يعني نكون من المحظوظين اللي يسلمون على الشيخ. يستاهل. كنت من المحظوظين. يستاهل. وانت ولدهم، وانت ولدهم ويعني تعبانين عليك وصارفين عليك يعني ما بلا مني والطريق، فلذلك الحمد لله رب العالمين. الله عوض صبر لابوي الحكومه وهلك وظهرت بهالصوره المشرفه. الله يبارك في حياتك ويخلي لك امك وابوك ونفرح بك. اول بادي خريج ومن ثم معرس. شو اللي حصلت الدرجه عليها؟ 92. ما شاء الله. 92 في شو؟ في شو دراستك كنت؟ كنت انا في قسم الكهرباء. نعم. في معهد التكنولوجيا. ما شاء الله. في قسم الكهرباء. والحين شو ناوي تتخصص؟ ان شاء الله فضاء. ما شاء الله الله يعطيك يا فضاء يا شو؟ نووي. يا نووي يا فضاء. نعم. الله يسر. ابوك شو يقول لك؟ ابوك شو قاعد يلقنك؟ شو قال لك؟ لا تطالعه. يباك اكثر نووي ولا يباك فضاء؟ لا صراحة يباني نووي. وانت شو تبه؟ انا بفضل. خلاص خليك على الفضل ان شاء الله. الله يحفظك.